أهلا بكم. اعتبرت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لليمن أنتونيو كالفو أن الحل في اليمن لن يكون عسكريا بل سياسيا عبر الحوار والمفاوضات، وقالت إن زيارتها إلى صنعاء تركز على الجانب الإنساني والدعوة إلى فتح مطار صنعاء وتذليل الصعوبات التي تواجه العمل الإنساني. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند تحركات البعثة الأوروبية لنناقشها في محورين: ماذا يمكن أن يفعله الاتحاد الأوروبي في الأزمة اليمنية، وأبعاد هذه التحركات فيما يخص ميناء الحديدة. بعد تعثر طويل رافق المسار السياسي خلال الفترة الماضية، ها هي التحركات الدولية تعود مجددا لإيجاد خرق في جدار الأزمة التي طالت وطالت معها المعاناة الإنسانية. هذه المرة تجري رئيسة البعثة الأوروبية في اليمن أنتونيو كالفو تحركات بدأتها في الرياض ومن ثم اتجهت إلى صنعاء للقاء تحالف الانقلاب. الزيارة إلى صنعاء وإن كانت قد حملت في شكلها الإعلامي مضامين إنسانية وحديثا عن السبل التي ستساعد في إدخال المساعدات إلى محتاجيها، إلا أنها وبحسب مراقبين تحمل مضامين سياسية أخرى عن موقف الاتحاد الأوروبي من إعادة المسار السياسي وكيفية نظرته لمشكلة الانقلاب. نتابع النقاش بعد التقرير. بعد عامين على إعلان مغادرة اليمن وإغلاق مقر البعثة الأوروبية لأسباب أمنية تمثلت في السطو على جميع مؤسسات الدولة بصنعاء، عادت خلال الأيام الماضية رئيسة البعثة ماريا كالفو لإجراء عدد من اللقاءات مع قيادات الإنقلاب بصنعاء، زيارة على الرغم من أنها أجريت بشكل مفاجئ ولم تتحدث فيها كالفو لوسائل الإعلام عن الأهداف السياسية لهذه الزيارة، إلا أنها حملت في مضمونها الاطلاع على الوضع الإنساني المتدهور والصعوبات التي تواجه العمل الإنساني. هذا التحرك وإن كانت أهدافه السياسية غير معلنة، إلا أنها تزامنت مع جولة تحركات دبلوماسية جديدة بدأها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بالعاصمة العمانية مسقط ثم الرياض وعدد من الدول العربية الأخرى. دخول الاتحاد الأوروبي في خط الأزمة اليمنية حمل مؤشرات ودلالات عديدة حول الأفكار المقترحة للحل السياسي، إلا أن مراقبين وجدوا أن هذا التحرك يحمل في طياته تغاض عن تعنت الحوثيين ورفضهم رؤية المبعوث الأممي ولد الشيخ المتعلقة بخارطة طريق الحل الأممي الخاصة بتسليم ميناء الحديدة، وهي الخارطة التي حملت في مضمونها شقين، الأول أمني والآخر اقتصادي، يتمثلان في تشكيل لجنة تدير الميناء أمنيا بإشراف ودعم أممي، ولجنة أخرى اقتصادية تدير إيرادات الميناء للمساعدة في حل قضية دفع مرتبات موظفي الدولة. وفيما يتجه المشهد نحو حشد جميع المساعي الدولية والدبلوماسية للوصول إلى حل ينهي الصراع، يقول متابعون إن هذه التحركات لن تثمر جهودها ما لم تبحث عن جذر المشكلة والأسباب التي أدت إلى تطويل أمد الحرب وتدهور الوضع الإنساني أكثر مما كان عليه. نبدأ النقاش مع ضيفتنا من القاهرة الأستاذة ميساء شجاع الدين الكاتبة والباحثة السياسية، أهلا بك. إذا تحركات عديدة للاتحاد الأوروبي في الملف اليمني، ما مغزى هذه الزيارات المتعددة في هذا التوقيت بالذات؟ أعتقد أنها أسباب إنسانية، ما أعتقد في حرك سياسي مقبل، يعني لا أعتقد أن هناك اتفاق سياسي أو في فكرة مفاوضات مقبلة، في مفاوضات على مستوى ميناء الحديدة لكن أعتقد أنها لن تنجح، لأنه ما أعتقد أن الحوثي ممكن يكون مستفيد من هذه الصفقة اللي بيحاول المبعوث الأممي أنه يعملها في موضوع الميناء، فبالتالي أتصور أنها مش ممكن تنجح، بيحاولوا يعملوا يخففوا من وطأة الوضع الإنساني باعتبار أنها صارت حرب طويلة الأمد، يعني لم يعد هناك إمكانية لوقفها، لكن على الأقل تخفيف المعاناة الإنسانية. طيب أستاذة ميساء، في أي سياق يمكن قراءة عودة الاتحاد الأوروبي للاهتمام المباشر باليمن، خصوصا في مرحلة تشهد ربما حديث متزايد حول ميناء الحديدة؟ في الآن كل الحديث عن حوالين ميناء الحديدة وحوالين الوضع الإنساني، الكوليرا وغيرها من مشاكل الإنسانية اللي تعاني منها اليمن. لاحظ أن الاتحاد الأوروبي في دول أصلا ما عندهاش أجندات سياسية عمليا، مثل فنلندا، السويد، مثل فنلندا السويد وغيرها من دول، هذه الدول يعني عندها أولويات إنسانية بشكل ما، في كثير منها دول ما عندهاش أصلا مصالح سياسية أو اقتصادية داخل اليمن، فبالتالي بتكون جزء من أجندتها
لا أكثر ولا أقل. كمان لاحظ أنه في تغير في الطاقم الوظيفي، يعني السفيرة هذه جديدة، سفيرة الاتحاد الأوروبي، السفير الألماني سفير جديد، فيعني نوع أحيانا هي تحركات لمعرفة الوضع بالنسبة للموظف الجديد أنه يتعرف على البلد. طيب هل هناك مؤشرات ربما تحملها هذه الزيارة؟ لا أتصور، أنا هم الآن الحديث عن مبادرة ميناء الحديدة بمسألة أنه يكون لها إدارة مشتركة ويكون في إشراف دولي على الميناء، بحيث أن أرباحها ما تذهبش للحوثيين، وبتبدأ تتحل مشكلة المرتبات عن طريق شيء برضو تسوية معينة بخصوص البنك المركزي. أتصور أنها مش ممكنة، وهذا إضافة لأن الأرباح ستصل للحوثيين أيضا، لأنها ستضطر أنها تدخل برا للحوثيين مجددا. طيب يعني عن طريق النقاط اللي حيشمس عليها الحوثيين ايضا في البر. طيب لقاء رئيسة البعثة بسلطة الانقلاب في صنعاء. عفوا، لقاء رئيسة البعثة؟ ايوه، بسلطة الانقلاب في صنعاء، كيف قرأتي اللقاء؟ هم بينظروا لها انها من زاوية انها انا طرف من اطراف صراع وهم طرف محايد. الاتحاد الاوروبي لا يزال غير مؤثر في اليمن، عمليا اليمن لا زالت ملف امريكي بدرجه اساسيه، ملف امريكي بريطاني. يعني دعنا لا نبالغ في مساله التحرك الاوروبي داخل اليمن. في ملف امريكي بريطاني، ممكن روسيا بتستخدم اليمن كورقه ضغط، يعني غير مهمه بالنسبه لها كثيرا، لكنها ورقه ضغط مفيده بالنسبه لها، ورقه ضغط غير مكلفه ماديا. فبالتالي اليمن لا زالت ليست ملف اوروبي تماما، لكن الاتحاد الاوروبي لها بعض الاولويات، وهذه الدول عاده بترصد ميزانيه للجوانب الانسانيه في الدول المنكوبه مثل اليمن. ف يعني اعتقد انه صعب ان احنا نبالغ باهميتها السياسيه هذه الزياره. طيب تفضلي بالبقاء معنا استاذه ميساء، ساعود لك. ينضم الينا الاستاذ علي الفقيه الكاتب والمحلل السياسي، اهلا بك استاذ علي. اهلا وسهلا استاذ علي، قراءتك بدايه لزياره رئيسه البعثه الاوروبيه الى صنعاء. تحيه لك ولمشاهدي قناه بلقيس الكرام. اعتقد انه الزياره تاتي ضمن التحركات الدوليه الاخيره في محاولة لإحياء العملية السياسية الميتة والمتعثرة في اليمن، وتأتي في نفس سياق تحركات أو إعلان السفير الأمريكي عن مرحلة جديدة تبدأها بلاده لتحريك العملية السياسية. أيضا الجولة التي يقوم بها ولد الشيخ في المنطقة، والتقى بوزير الخارجية اليمني أمس الأول، واليوم هو في الرياض التقى بالرئيس هادي والتقى ب أمين عام مجلس التعاون الخليجي. فأعتقد أن هذه التحركات كلها هي تأتي في سياق واحد، وبعد أن شهدت العملية السياسية ركودا خلال الشهور الماضية أو خلال السنة الماضية، أيضا المبعوث الممثلة للاتحاد الأوروبي هي ممثلة جديدة تأتي بعد الممثلة السابقة التي أيضا كان لها دور كبير وتحركت خلال الفترة الماضية ولم يعني يحقق الجميع اي تقدم في العمليه السياسيه. واعتقد انه كلما تحركت العمليات العسكريه على الارض، وخصوصا عمليات الساحل الغربي واقتراب العمليات العسكريه من الحديده، سنشهد تحركا اكبر من قبل الاطراف الدوليه، سواء تحدثنا عن الاتحاد الاوروبي او عن مبعوث الامم المتحده او عن السفير الامريكي الذي ايضا امس الاول التقى ب هو في القاهره والتقى بقيادات احزاب يمنيه لمناقشه نفس المواضيع معهم، محاولة إحياء العملية السياسية. طيب رئيسة البعثة صرحت أن زيارتها إنسانية وليس لها علاقة بالشأن السياسي، لكن وسائل إعلامية ربما تداولت أن زيارتها تركز على الدعوة للمفاوضات السياسية، كيف يمكن قراءة هذه التصريحات المتضاربة؟ واضح، هو حتى لو تحدث عن الطابع الإنساني للزيارة، لكن من الواضح من خلال لقاءاتها أنها تأتي في سياق سياسي بحث. هي ليست الاتحاد الاوروبي ليس منظمه انسانيه، هو ليس مفوضيه اللاجئين، وليس برنامج الامم المتحده للغذاء، وليس اليونيسيف، هو كيان سياسي له دور في الملف اليمني، ويعتبر من اهم المشرفين على العمليه السياسيه في اليمن، واحد الممسكين بالملف اليمني. الملف اليمني خلال السنه الماضيه كما ذكرت ظل ملفا خليجيا او ملفا عربيا خالصا،
بعد أن ركدت أو توقفت الجهود الغربية الأمريكية والأوروبية وجهود الأمم المتحدة، توقفت في هذا الملف وبدأ وكأنه ملف خليجي كامل. اليوم عادت هذه الجهود من جديد لمحاولة تحريك الملف، عادت لمحاولة الإمساك في زمام الأمور وتقديم المبادرات والرؤى والمقترحات، حتى أنه الاتحاد الأوروبي عاد ليتحدث عن رؤى جديدة للحل في اليمن. وبلغني من مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي لديه أو يتحدث عن رؤية هي خليط من رؤية ولد الشيخ السابقة، ويعني تتضمن عناصر من مبادرة كيري ومبادرة ولد الشيخ القديمة ومبادرة ولد الشيخ الجديدة أيضا بشأن الحديدة. يحاول تجميع هذه الأفكار لتقديم أفكار يمكن أن يجتمع عليها أو يتحاور حولها الأطراف اليمنية. وأيضا كان ولد الشيخ تحدث في وقت سابق عن أو في زيارة لعمان، طلب من العمانيين استضافة مشاورات يمنية. وأنا أعتقد أن كل هذه التحركات تأتي كرزمة متكاملة ليست منفصلة عن بعضها تماما. طيب سأعود لك أستاذ علي، أعود لضيفتنا من القاهرة الأستاذة ميساء شجاع الدين. أستاذ ميساء، ما الذي يمكن فعله في الأزمة اليمنية من قبل الاتحاد الأوروبي؟ ما أعتقد في شيء غير المعونات الإنسانية. الاتحاد الأوروبي له مصالح اقتصادية ضخمة مع السعودية، أو له مصالح مثلا في دولة زي ألمانيا لديها مصالح اقتصادية مع ألمانيا، لكن تظل الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية ضخمة لكن حتى الآن ليس قوة سياسية مهمة كثير أو مؤثرة بشكل كبير. لازال التأثير الأكبر للقوى لبريطانيا وأمريكا، وهذول مواقفهم مختلفة لحد ما هم أكثر تحيزاتهم معروفة. هم معروف في توجههم بالذات مع ترامب الآن، صار التحيز واضح للسعودية. والملف اليمني هو ملف النهاية ينظر له من زاوية السعودية وإيران، يعني لا أحد لديه مصلحة مع الحوثي أو مع الحكومة، يعني لا أحد لديه مصلحة مباشرة مع اليمن نفسها، غير تأمين السواحل. وتأمين السواحل أمر مقدور عليه من خلال الأساطيل البحرية الأمريكية والفرنسية وغيرها الموجودة في باب المندب. فمسألة أنا أعتقد أنه في مبالغة في تصوير المسألة، وفي بطالة، يعني في حتى الدبلوماسيين الموجودين في اليمن سواء على مستوى السفراء مكتب المبعوث الأممي ليس لديهم عمليا شيء يفعلونه في اليمن. صار واضح ان الحرب بدات تاخذ دفع ذاتي، يعني صارت تتحرك من تلقاء نفسها، لم يعد هناك امكانيه لوقفها قريبا. الحديث كله دائما على تخفيف المعاناه الانسانيه، الحلول تخفف المعاناه الانسانيه مثل حلول مثل من الفديده، حتى على مستوى هذه الحلول البسيطه هم عاجزين عن فعلها. والملف نام تقريبا، يعني لم يعد احد مهتم به في العالم، لم يعد احد مهتم طبيعة الصراع في اليمن، لما حتى هذا على مستوى الإعلام ممكن ملاحظته بسهولة، يعني الصحف اللي تتكلم عن الحرب في اليمن بتزداد المواضيع عن اليمن بتزداد قلة، أصلا هي كانت قليلة وصارت أقل وأقل مع مرور الوقت، وبالتالي لا يوجد اهتمام عالمي أصلا بالحدث اليمني، هذا آخر يعني أولويات العالم الآن في اليمن. ففي نوع من يعني من ما فيش عمل مثل ما تقول، في بطاله، يعني مكتب المبعوث الاممي مكتب ضخم جدا بيتضخم وبيصين لكن لا يوجد لديه عمل او مهام معروفه. فبالتالي المساله انا بشوف فيها مبالغه لو تكلمنا عن تاثير سياسي. شكرا جزيلا استاذه ميساء شجاع الدين كاتبه البحث السياسي، كنت معنا من القاهره. ينضم الينا مستشار وزير الاعلام مختار رحبي. اهلا بك استاذ مختار. اذا تحركات جديده لبعثه الاتحاد الاوروبي فيما يخص الملف اليمني، كيف تنظر الحكومه لهذه التحركات؟ طبعا اي تحركات تاتي في اطار محاوله اعاده الامن والاستقرار اليمن وانهاء الحرب وانهاء الانقلاب في اليمن هو مرحب من قبل الحكومه، والحكومه اعلنت اكثر من مره من خلال رئيس الوزراء وكذلك فخامه رئيس الجمهوريه ونائب رئيس الجمهوريه انهم يثمنون عاليا الجهود الدوليه من قبل الاتحاد الاوروبي وكذلك من قبل اسماعيل ولد الشيخ احمد المبعوث الدولي لما من شانه ان يسهم في حلحله الملف اليمني، وكذلك الضغط على الميليشيات الانقلابيه للقبول بالمبادره التي تم تقديمها والدخول في حوار شفاف وحوار
يعني يفضي إلى حل نهائي للأزمة اليمنية. الاتحاد الأوروبي في الفترة الأخيرة قام بتحركات كبيرة وتحركات متعددة في جانب العودة للمسار السياسي، وكان من المنتظر أن يتم عقد لقاء تشاوري بين الأطراف السياسية يشارك فيها أطراف من الحكومة وكذلك أطراف من الطرف الآخر الانقلابيين في بروكسل، ولكن يبدو أنه تأجل. وسفيرة الاتحاد الأوروبي تقوم بجولة في المنطقة، وهي قبل أقل من شهر كانت في سلطنة عمان لبحث الملف اليمني، وهذه الجهود طبعا تأتي في إطار محاولات لإعادة الدخول في مشاورات التي توقفت منذ مؤتمر الكويت قبل تقريبا أكثر من 6 أشهر إذا لم يكن أكثر. بالتالي المجتمع الدولي يحرص على العودة للمشاورات، ولكن المشكلة ليست في العودة للمشاورات. المشاورات جربناها في جنيف 1 وفي جنيف 2 وكذلك في كويت 1 وكويت 2، ولم يتم الخروج بحل، ولم تلتزم الميليشيا الانقلابية بما ورد بهذه الاتفاقيات. إذا كنا نتحدث عن جنيف 1، كان هناك اتفاقية وكان هناك موافقة من قبل الانقلابيين بالإفراج عن المختطفين والمعتقلين لدى الميليشيات الانقلابية، وذهب إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى صنعاء لكي يستلم المختطفين والمعتقلين، ولكنهم ما أن وصلوا إلى صنعاء فتبدلت المواقف ورفضوا تسليم المعتقلين. بالتالي المشكلة ليست في عقد اللقاءات، ولكن المشكلة في تنفيذ هذه اللقاءات، ومتى ستتم تنفيذ ما يتم الخروج به في هذه اللقاءات وهذه المؤتمرات التي تعقد. طيب أعود للأستاذ علي الفقيه. أستاذ علي الفقيه، قلت أن هناك ربما رؤية جديدة مطروحة من قبل الأوروبيين لحل الأزمة، هل تعتقد أن هذه الرؤية طرحت في ضمن جدول هذه الزيارة لرئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي، وهل هذه الرؤية قادرة على عمل خرق في جدار الأزمة؟ بحسب ما لدينا المعلومات هي عبارة عن أفكار ومقترحات تطرح وتتداول، ليست رؤية كاملة تطرح بشكل رسمي. الرؤية الكاملة الموجودة لدى المبعوث الأممي وهو طرحها اليوم على أمين عام مجلس التعاون الخليجي في لقائه في الرياض، إنما المبعوثة الاتحاد الأوروبي في صنعاء تحدثت إلى قيادات الانقلابيين سواء صالح أو الحوثيين، وطرحت لهم أفكار عن يعني كمقترحات لمفاتيح حل الصراع في اليمن. ربما اللقاءات والمناقشات والمشاورات القادمة مع المبعوث الأممي ومع الأمريكان أيضا، لأنه أيضا الأمريكان أعلنوا دعمهم لرؤية ولد الشيخ الخاصة بتسليم الحديدة أو بتجنيب الحديدة للمواجهات المسلحة، ربما تبلور كرؤية كاملة يمكن طرحها على أي مشاورات قادمة. لكن الإشكالية الآن أنه إسماعيل ولد الشيخ فترته تقريبا تنتهي في نوفمبر المقبل، ولا أعتقد أنه خلال 3 الأشهر المتبقية من فترته يمكنه أن يعمل شيء أو أن يصل يحرز تقدما ملموسا أو يحرز نتائج. ربما فقط يستمر في بلورة الأفكار، قد يأتي من سيحمل المهمة بعده ومن سيكمل هذه الأفكار. أيضا سيعتمد تقدم هذه الأفكار من عدمها أو تقدم الحل السياسي من عدمه معتمد على ملف العسكري على الأرض. إذا ما حدث هناك تقدم في المعركة على الميدان وشعر الانقلابيون بأنه لم يعد لديهم المزيد من الأوراق للمراوغة، هنا ممكن أن يقبلوا بحلول. أما والأوضاع لا تزال تعاني من الركود الذي نلبسه الحاصل باستثناء ما هو حاصل في الساحل الغربي، فأعتقد أنه أيضا سيظل الحال السياسي معلق في ظل غياب، إذا ما لمس الانقلابيون أنه ليس هناك إرادة للحسم العسكري، وأيضا إذا ما وجدوا ضغط حقيقي من المجتمع الدولي باتجاه حل سياسي، فما الذي سيجبرهم على القبول بتقديم تنازلات؟ شكرا جزيلا لك أستاذ علي الفقيه الكاتب والمحلل السياسي. أعود لضيفي مستشار وزير الإعلام أستاذ مختار الرحبي. أستاذ مختار الرحبي، إذن ما الذي تبحث عنه البعثة الأوروبية في صنعاء في ظل استمرار رفض الميليشيا للقاء ولد الشيخ وللرؤية المطروحة من قبله وتحديدا ما يتعلق بميناء الحديدة؟ هم بالنسبة للاتحاد الأوروبي وكذلك الأمريكان، هم يحاولون تحريك المياه الراكدة في الملف اليمني، ويحاولون تقديم رؤى جديدة لحلحلة الملف اليمني،
خصوصا بعد ان تم رفض مبادره اسماعيل ولد الشيخ احمد التي تقدم بها بخصوص ميناء الحديده. بالتالي هناك محاولات من قبل سفيره الاتحاد الاوروبي التي تبدو اكثر نشاطا وتبدو اكثر حيويه في تقديم المقترحات وفي البحث عن يعني سبل للعوده للمشاورات وتقديم مقترحات جديده يتم مناقشتها بين جميع الاطراف. وهي قامت بزياره الى ابو ظبي، وكذلك قامت بزياره الى الرياض، وكذلك زياره الى مسقط، ومن ثم توجهت الى صنعاء للقاء الانقلابيين. بالتالي تحاول ان تبرول، تحاول ان تقدم افكار جديده وبلوره جديده للملف اليمني، بحيث انه يمكن ان يخترق الجدار وان يتم تفعيل الملف السياسي بعد أن ظل لفترة طويلة وهو راكد الملف السياسي والعودة للحل السياسي. لكن في الأول والأخير، من الذي سيتقبل هذه المقترحات؟ وهل الطرف الآخر عنده الشعور بالمسؤولية؟ وهل هو مستعد للدخول بمشاورات حقيقية ومشاورات تنهي الألم وتنهي الوجع وتنهي الحرب في اليمن؟ هذا هو السؤال. يعني هل تمتلك سفيرة الاتحاد الأوروبي وكذلك الأمريكان وكذلك الغرب بشكل عام، هل يمتلكون الأدوات للضغط على الطرف الآخر، على الطرف الذي يرفض مجرد الذهاب إلى مشاورات حقيقية وتقديم تنازلات حقيقية؟ هذا هو السؤال. ما دون ذلك، أنا أعتقد أن الحكومة لن تكون عقبة أمام الذهاب إلى مشاورات، لن تكون عقبة أمام الذهاب إلى ما ينهي الحرب. في الأول والأخير، الحكومة أعلنت أكثر من مرة أنها لا تريد الحرب، وأنها تبحث عن السلام وتبحث عن الأمان، وأن من يبحث عن الحرب هو الطرف الانقلابي الذي انقلب على الدولة وعلى مؤسسات الدولة. طيب، يظل السؤال، إلى أي مدى يمكن للبعثة الأوروبية أن تحدث فارق في الأزمة الإنسانية الغير واضحة الأفق؟ بالنسبة لبعثة الاتحاد الأوروبي، ما الذي بيدها؟ أنا أعتقد أنه طالما أنها لا تمتلك أدوات ضغط على الطرف الآخر، فلا أعتقد أنها ستقدم جديد. إذا كان اسماعيل ولد الشيخ أحمد على مدى الفترة الماضية لم يستطع تقديم شيء، وهو قد اجتمع مع الطرفين، وهو قد يعني أدار اللقاءات وأدار جولات من اللقاءات ولم ينجح، فما الذي ستقدمه بعثة الاتحاد الأوروبي؟ ولكن في الأول والأخير نحن نتفائل بأي بوادر، نتفائل بأي مقترحات يتم تقديمها من أجل إنهاء الحرب على الشعب اليمني، ومن أجل إنهاء معاناة أبناء الشعب اليمني التي تفاقمت بشكل كبير جدا. أصبحت لدينا مشكلة اقتصادية، أصبحت لدينا مشكلة تعليمية، أصبح لدينا مشكلة صحية، أصبح لدينا أوبئة، لدينا إشكاليات متعددة وليست مشكلة واحدة فقط، إضافة إلى الحرب وإلى تدمير اليمن وتدمير مؤسسات الدولة. كل هذه طبعا إشكاليات ومآسي تضاف إلى مآسي أبناء الشعب اليمني. بالتالي الجميع يبحث عن الحل، وأعتقد أنه على بعثة الاتحاد الأوروبي وكذلك على الدول الغربية بشكل عام، إذا كانت تريد بالفعل وهي جادة في إنهاء الحرب، عليها أن تمارس الضغوط على علي عبد الله صالح وكذلك على جماعة الحوثي للخروج ب حل سياسي والدخول بمشاورات جادة ومشاورات حقيقية تنهي الحرب وتنهي الآلام على أبناء الشعب اليمني. شكرا جزيلا لك أستاذ مختار الرحبي، مستشار وزير الإعلام، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة، الأستاذة ميساء شجاع الدين الكاتبة والباحثة السياسية كانت معنا من القاهرة، وأيضا الأستاذ علي الفقي الكاتب والمحلل السياسي. انتهت هذه الحلقة من زوايا الحدث، تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني.